ارجع اولها بديها احنا. انزلوا تحت يا جماعه. التكريم الثاني لفضيله الاستاذ الدكتور محمد حسين عبد العزيز حسن المحرصاني رئيس الجامعه للنظر السلمي. انزل تحت يا استاذ. التكريم الثالث لفضيلة الأستاذ الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الإدارية. والآن الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح الجاي عميد فصول القرآن الكريم الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عبد المنعم عميد كلية الأسنان الجامعية. الأستاذ الدكتور مصطفى محمد الأستاذ الدكتور حسن محمد